قلت لي ليش رايح على الشغل؟ لا سلامتك. بس دخيل عينك، لا تنسى الاغراض اللي وصيتك عليهم. كلام عينك. مع السلامة. ما بقدرش احبك مين علشان ماليش خلفيه. سلامتك سلامتك. أنا كمان تأمم حالك، اقعد دوس اقعد دوس مشان ما تو ولا يهمك ولا يهمك زباطك ولا يهمك. المهم كيفك؟ ولك آخ آخ والله رح انفجر والله من فيق من سبحية الله لآخر الليل بنشتغل مثل الحمير الطرادة ويا دوب يا دوب نجيب لقمة الأكل. شوف ايدي من كتر الجلي والخدامة والمسح والكناسة والله تشطب وتشطيب كل ايام. كيفك؟ دخيلك يا أستاذ زيد على هالسؤال، شو ذكي بمطرحه. قال كيف نيال؟ أخي لازم تعرف شغلة، بس تسألني كيفك بتذكر أنه ماني منيح، ماني منيح بنوب، فقت بمليون حيط وحيط، وضعي بيهوي. لك حبينا هلا هي البنت، آخ فتحنا على حالنا باب ما له أول ولا له آخر، من دق إلا تحكي معنا. لك دقينا يا بنت الحلال ما بدق، لك من دق إلا بتبعت مسكول، ولك خرب بيتي فاتورة التليفون كسلت ظهري هذاك الشهر. هذا شو غير فاتورة الأرضي والمي والكهرباء اللي لها على البال وعلى الخاطر. لك شغلة أخي بصراحة، راتبي اجمعوا واطرحوا وقسموا واضربوا يا دوبوا يجيب حق الفواتير. هذا شو لسه لا أكلنا ولا شربنا. ولك آخ يا أستاذ زيد علي ما علي، إذا بحكي لك همي بخليك تحكي معها. اي والله اهلا وسهلا بالاستاذ، محسوبك ابو رباح. شوف ايه تاكسي. علينا ابو رباح كيفك؟ زفت الله وكيلك، كل شيء عم يغلى بهالدنيا والبنزين عم يغلى، ما عاد حدا ركب تكاسي، كله على المكارم وعلى المدرجن. بدور 6-7 ساعات حتى يطلع معي زبون، أول ما بيطلع بتضرب عينه على العداد، وكل ما قلب قلبي بيغص وبيخنن، وآخر شيء لما بينزل بيفاصلني عن نص ورقة والورقة. لك شو بدي أحكي لا أحكي، هذا غير المطبات والعجقة والشوك ولحق على تصليب كل يوم والتاني. قالوا لك البنزين بده يغلى فوق ما نو غليان، والمازوت بده يغلى فوق ما نو غليان، وترسيم السيارات بده يعلى فوق ما نو عليان، وكل شيء بكفة قانون السير الجديد بكفة. لك الله وكيلك الله وكيلك، شي بيطقق شي بيخلي الواحد يكره عيشته يكره حياته. زيد هذا انت؟ خالد قديش اللي ما شفتك انا؟ من ايام الجامعة ما شفتني، من ايام الجامعة. كيفك؟ الي هي الكيفك؟ عم تسألني إلي كيفك؟ خلص بلاها بلاها، بنغير لك سؤال. ولك أنا بخجل، عيشتي بتخجل، وضعي بخجل، ولك حياتي بتخجل. قدي صرنا متخرجين من الجامعة 10-12 سنة. لك لا تجاوبني، مو مهم تجاوبني، المهم إنه أنا خجلان من حالي، صار لي عاطل عن العمل من وقت ما تخرجنا لهلا، ولك أهلي عم يصرفوا علي وأنا قد الشنتير، قد الجحش. أنا شوفني شوفني. لك ليش؟ وإذا بدك تروح تسجل بمكاتب التشغيل، أعيش يا قديش لينبت الحشيش. وأنا كنت مصر مصر ما أشتغل إلا بشهادتي، والناس كلها لامتني على هالإصرار. ومن يومين بس، الله وكيلك يا زيد، من يومين بس حتى اجتني فرصة عمل بشهادتي. الحمد لله مبروك. ايه بس بشهادتي سواقة مو بشهادتي الجامعية، عم بشتغل شوفير توصيل طلبات بمطعم وجبات سريعة، عرفت كيفني؟ خلص ماشي ماشي،
أنا لازم أمشي. ولك مو أنت سألتني كيفك، طول بالك لأحكي لك كيفني. ولك خليني أحكي لك عن ميساء خطيبتي السابقة، طبعاً السابقة، لأنه أهلها اشترطوا لحتى يجوزوني إياه يكون عندي بيت ملك بالشام. ولك مين بهالأيام بيقدر يكون عنده بيت ملك بالشام؟ مين؟ ولك شو أعمل لحتى بطل خجلان بحالي؟ شو أعمل؟ اسرق، انهاب، ارتشي، اقتل، اشحاد، شو أعمل؟ احكي لي ببوس ايدك شو أعمل لك؟ بدي شي حدا يقول لي شو أعمل لك؟ مو انت سألتني كيفك؟ اسمع لك، خليني احكي لك كيفني. ولك كيفك ابو غازي؟ معوضين ان شاء الله. الشكوى يا غير الله مدللي، بس الحمد لله على الصحة والعافية. لو بدي احكي لك احكي لك، كله غليان، الشكر غليان، الملح غليان، الرز غليان، البقر غليان، الفول غليان، الجبنة غلياني، اللبن غلياني، اللبن غليان، الرز والباطوية كلياته غليان غليان، الا خبزالي غليان، كوشة غلياني، بامية غلياني، غوا كيلا، العفو منك غير بلا ما اخذتي، فوت الاطفال وفوت اللي بالك منها كمان غلياني، ايش بدنا نحكي نحكي؟ يعني الحمد لله، الحمد لله على الصحة والعافية بك، بالاخي يا حلك يا اخي، احكي لك ولا كمل لك؟ نحن هلا بعهد ما بعد خلاء المنصور، عم تسألني كيفها ولا كملها؟ كيفك؟ كأنه حضرتك ساكن بالبناية جديد. اسمح لي هنيك من كل قلبي، انت اول انسان يعني بساله كيفك وبيكون هيك مبسوط. فعلا انا بهنيك، يعني اقل شيء يطلع له واحد بين كل هالعالم يكون مبسوط فعلا. الهي هيك يبسطك ويخليك ويهنيك، يا رب يا رب هيك دائما تضل مبسوط. أهلين يا عمري، يعطيك العافية، كيفك؟ شبك أمي، شو صار معك؟ طلقني. ليش طلقك؟ لأني. لأنك شو؟ لأني قلت له. لك شو قلتي له؟ قلت له كيفك؟ أستاذ عروة مرحبا. أهلين رشا، كيفك؟ منيحة، ممكن أخذ نقطك شوي؟ تفضلي تفضلي. شكرا أستاذ. يعني خطر ببالي مبارح شغلة، إنه كيف ممكن ينفهم المسلسل تبعنا؟ بنشاف بعدين بينفهم. إيه ما اختلفنا، بس يعني مو حاسس إنه تقيل شوي؟ كيف يعني؟ يعني مو حاسس إنه ممكن ياخد بعد سياسي؟ أعوذ بالله، وين السياسي بالموضوع؟ منيح، يعني ما في هيك شيء. طبعا لا. طيب ممكن ياخذ بعد اخلاقي؟ شو اخلاقي ما اخلاقي، وين الاخلاق بالموضوع؟ الحمد لله، بعد تربوي. تربوي؟ ليش، وين في تربيه بالموضوع؟ اجتماعي؟ ما في. اقتصادي؟ لا. انساني؟ انت شو عم تحكي؟ ثوري. شو يعني بعد ثوري؟ اعوذ بالله، وين بدك تعلقينا مع الثوريين؟ ما في عنا هيك شيء بنوب. اكيد اكيد. طب ليش ما في؟ بديهي، لأنه كان رفضوه ما وصل لعنا أساسا. راكور شعرك لازم ترفعي شوي. يلا تفضلي. يلا يا شباب جاهزين؟ يلا لقطة جاهزة؟ خلصونا بسرعة بسرعة. أبو سليمان تفضل لعندي. أبو سليمان تفضل لعندي.
لكيت يا شباب. اوكي. أنوار كيفك وصال؟ الحمد لله منيحة ماشي حالي. تفضل. لا معلش شكرا، بس عن جد انبسطت اني شفتك. سلام. يسلموا ليك يا ابو صار على الكوسيات. عجبوك؟ عجبوني معك طبيب معاهم. الله يجبر بخاطرك. هات لينا شو عملت اليوم؟ ما صار شيء، شو بده يكون يعني؟ طبخت وجليت ومسحت ونظفت يعني مثل العاده، ما في شيء. الله يعطيك العافيه. مو عساك بتروح عند اهلك؟ ما رحت، خفت تجي وتكون الطبخة مانا جاهزة. ودخيلك ما بستنى؟ ايه مو مشكلة، بروح اليوم المساء. معناها بروح معك. الحمد لله. شبعت؟ شبعت. ايه راح اطلع بالطنجرة كلها. انا طالع اريح شوي. بس في مروح على بيت اهلي. ما بتشرب لك كاسة شاي؟ اذا بدك نشرب شاي بنشرب. طيب. غير ثيابك انت لغير ما احضر الشاي. نمت؟ عبدو في شغلة صارت معي اليوم ولازم تعرفها. خير؟ كل خير إن شاء الله. يعني هي هيك شغلة بايخة وما لها طعمة، بس أنا قلت لحالي يعني ما بيصير خبي عنك. أحكي شو فيه؟ خلصيني. جايتك بالحكي. هذا يا سيدي اليوم الصبح وأنا عم بشطف قدام باب البيت. إيه. مرق من جنبي أنور. مين هذا أنور؟ لك أنور ما غيره يلي كان. آه أنور اللي كان؟ مو عساس هذا كان مسافر؟ شفت بالله بالظاهر رجع. آه الحمد لله على السلامة. ايه وشو صار؟ شو بده يصير يعني؟ أصلا أنا يا دوب عرفته وتذكرته لو ما هو سلم علي. مزوق شو قال لك؟ شو بده يقول لي؟ قال لي مرحبا، قلت له أهلين وفتت على البيت. ايه يلا ماشي ماشي. يعني ما زعلت مني؟ شو الأزعل؟ طيب ما بدك تشرب الشاي؟ لا عسان شوي بدي نام. طيب انت نام وارتاح وبس تفيق منروح لعند اهلي. ايه ماشي. الرحمن الرحيم. اوف 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 يا لطيف شو صار لك؟ ما صار لي شيء بس نقصني.
نقستك؟ شو أول مرة بقول لك اسمك؟ لا يعني مو هيك، بس بعلمي تركتك نايم. آه ما إجاني نوم. عملي لنا فنجانين قهوة. إي تكرم عينك. يقلك هذا اللي اسمه أنور يلي كان بس سلم عليك. يو ليش شو بده يساوي غير السلام؟ مو قصدي، قصدي يعني ما قلك شي من بلا. شو يعني من بلا؟ قلك مرحبا قلتي له أهلين حمل حاله مشي. لا لا مو هيك يعني. آها معناها انت ما قلتي كل شيء؟ لا انا ما قلت لك كل شيء بالتفصيل، بس قلت لك انه يعني هو لما بيكون اللي بسلم عليك انوار، عرفتي مين انوار؟ انوار اللي كان بيكون كل تفصيل مهم. هلا انت ليش معصب؟ والله القصه معنا محرزه. كل الشغله انه انا كنت واقفه قدام باب البيت عم بشطف امرق، بالاول انا ما انتبهت، بعدين حسيته وقف، قمت طلعت وايز انوار. معناها انت عرفتيه بعد كل هالغيبه؟ ايه عرفته. كيف بقى؟ طال ما صار له 5 سنين مسافر. لا هو ما ماله كتير متغير. ها؟ معناها انت تميزتي منيح؟ لا لا ما تميزته، بس يعني بلا بس احكي لي شو اللي صار. عبدو شبك ليش معصب؟ معصب؟ لا حبيبتي انا ماني معصب. كملي. لما انا اطلعت قال لي وصال؟ كان بعيد وبعدين قرب. من بعيد؟ ايه. امتى انا تفاجأت؟ وشو اللي فاجأك؟ ولا شيء. طالما ولا شيء، ليش تفاجأتي؟ يعني ما كنت متوقعة انه رح شوفه. طالما مانك متوقعة، شو اللي فاجأك؟ قال لك شيء؟ قلتي له شيء؟ عبدو ان شاء الله لا تلبكني اكثر ما اني متلبكة. انا بعرف انك متلبكة، من لما دخلت عليك على المطبخ وكسرت الصحن. شو عاملة وليه؟ شو عاملة؟ انت عاملة عاملة، اسألي حالك. الله وكيلك. الله لا تحفي، لا تحفيها. بتعرفيني ما بحب الحلفان. ليكي قسما بالله بكسر راسك. احكي كل شيء. شو صار بعد ما تفاجأتي؟ قال لي كيفك. اها معنى هالشغلة مو شغلة سلام مثل ما قلتي لي، هذا صار اسمه حديث. ايه يعني الموقف ما اخذ غير دقيقة. بالله شو دقيقة؟ شافك وشفتي وعرفك وعرفتي وقال لك وصال وكيفك ودقيقة؟ إيه هذا لحاله بياخذ أكثر من دقيقتين. وأنت شو قلتي له؟ قلت له الحمد لله الحمد لله. لك شو بك؟ عم اسحب منك الحكي صاحب. أحكي. قلت له تفضل. وعزمتي؟ الله وكيلك ما كنت قاصدتها، بس مدري شلون طلعت الكلمة من تمي. عزمتي على البيت وأنا ماني موجود؟ إيه بس قبل ما يجاوبني كنت عم سكر الباب. سكروا باب أبريك، معناتها كان فكره يفوت. عبدو خلاص شو صار لك؟ هذا كله لأنه حكيت لك وما خبيت عنك، مو على أساس أنت بتحبني وبتثق فيني. إيه والله العظيم والله العظيم لو كنت حاسة إنه بسلامه في شيء كنت عرفتني شلون بدي أتصرف وأنت بتعرفني. خلص وصال، خلص بقى، عندك هالبكي. هي أول مرة بحس فيها هيك. شو بتحسي هيك يعني؟ إنه أنت ما بتثق فيني. أنا ما بثق فيك، أنت غلطانة كتير. ما في رجال بالكون بثق بمرته قدي أنا. عم تحقق معي كأني عاملة شي زم. لك يا وصال، أنا بعرف شو في بقلبي، بس ما بعرف شو في بقلوب الناس. لا تخاف علي، بعرف عامل الناس منيح. هذا مو أي ناس، هذا أنور الكلب. أنور اللي كان يعني اي تطليعه منك ممكن تفسرها انه انت لساتك. عبدو انت شو عم تحكي؟ كل الناس بتعرف انه انا بحبك وانت بتحبني وانه اخذنا بعض على الحب وانه انا بموت فيك. بعرف
بس اي تطليعه مفاجئه منك الو ممكن يفسرها لانه هي شوق ولا حنين ولا ما راح يفسرها. شو عرفك؟ لانه انا اللي اطلعت فيه. وشلون اطلعتي؟ مثل اي حدا بيطلع بحدا لما بيكون صار له زمان مو شايفه بيقوم بيتفاجئ فيه. ها هي انت قلتيها بعظمه لسانك، بيتفاجئ. وانت يا وصال يخزي العين، كل عين عليك هالقد، يعني اذا تفاجئتي ببين على وشك كثير. ايه بس بيضل اسمه مفاجاه مو شيء ثاني. هذا تفسيري انا وياكي، بس هو ابصر شو بكون افتكرها. عبدو مشان الله حاج، قلت لك كل القصه ما اخذت غير دقيقه. دقيقه؟ قليل شو بصير بهي الدقيقه؟ يعني شو ساوي انا هلا؟ لا تساوي شيء. اصلا انا القصه كلها مو اكل همها. اكل همه شو بكون انور الكلب فكر. لا تخاف، ما بيكون فكر بشي. أساساً أنا حسسته أنه ما بدي أخذ وأعطي معه. شلون بقى؟ لما قال لي انبسطت بشوفتك. شو قال لك؟ يطول بالك لكمل لك شو القصة. انبسطت بشوفتك؟ لك إيه كان عم يجاملني وأنا ما... ضب غراضك من العين وشي. شو؟ ضب غراضك وعلى بيت أهلك. عبدو أنت أنا حمار إذا بخليكي هون. يلا مفكرة إني غشيم بتكوني غلطانة كتير. وإذا كنت مفكرة إنه ما بعرف إنه بيت هذا الكلب أنور ما قبيل بيت أهلك كمان بتكوني غلطانة. حرام عليك والله العظيم حرام عليك. الله معك. اللي عم بحكي من قهري. ما عاد شو بده يقهرك. هذا الكلب اللي اسمه انور هو اللي قهرني. إيه انا ما صدقت على الله انه سافر وقلت دربي سد وما يرد. شو اللي رجعه؟ وحياتك يا عبدو وحياه سنين الحلوه اللي عشناها مع بعض. اني لو حاسه انه كان في شيء غلط كنت طبقت الباب بنص خلقته. لك يا ريتك سويتيها، يا ريتك سويتيها. على القليل كان فهم انه ما عاد يعنيكي بشيء وانك بعتيه بقشره بصله. ايه هذا اللي صار. هذا اللي صار بالنسبه لك، اما نحن كشباب نفهم على بعضنا. هلا بكون عم بقول لحاله انه وصال بعدها. اعوذ بالله. عم اقول لك قال لحاله ان شاء الله يكون قايلها بس لحاله، ما يكون ترشى بحاره بيت اهلك. طيب انا هلا شو بدي ساوي؟ ما بعرف ما بعرف. بهون عليكي بهون عليكي يا وصال انه شباب حاره بيت اهلك يعملوا مني مسخره. اسمعي انا ما عاد روح بيت اهلك. ايه وانا كمان ما عاد بروح لعندهم. ليش بقى؟ لحتى لا صادفه ولا يصادفني. بالعكس انت لازم تصادفي. ليش بقى؟ لحتى تعملي اللي كنتي لازم تعمليه اليوم. شلون يعني؟ انت ما بدك حقي وحقك يرجع لنا؟ بلا. كتير منيح. بكرة الصبح بتطلع بتوقفي على باب الزقاق وبس يمر انوار الكلب بتنطري لصير قبالك وبتطبشي الباب بوشه. ايه بقوم بيفهم انه ما عاد يعنيك نهائيا وبالعكس مو طايقة تشوفي وشه. ماشي، إذا هذا الشيء بيريحك أنا بساوي. إيه، هذا الشيء بيريحني وبيريحك. خلص، اتفقنا. يا عيني عليك، هيك بكون رجع لي حقي. معقول يعملها وما يمرق؟ ما بعرف. بارح أي ساعة مرق؟ مثل هالوقت. معناها إلا ما يمرق. ردي إذا من الشغل إلون ساعة وبيجي. ماشي.
الله يبعدك يا أنور الكلب. وصال وصال. شو في؟ مو هذا أنور؟ لا مو هو. شو عرفك؟ هداك أبيضاني هذا أسمر. رايح أساوي لك الفطور. إيه خلي إذنك معي. أبيض. عبدو التليفون عم بيرن، رد أنا ولا ترد أنت؟ لا لا رد أنت. إذا في ماشي يجيله مرضان نايم بكل شيء. ماشي. ألو. بالله شو؟ وبلكي ما بده ما نحس عليه؟ معقول كمان نضل مستنينه؟ وذنبي وجع ساعة ولكل ساعة. شلون يعني؟ يعني مناكل هون على الشباك. شو اجا؟ لا ما اجا، بس قوم نام بتختك. دي صارت ساعة؟ صارت 11. ما عاد يجي اليوم؟ ها يعني حتى لو اجا معقول انزل وقف بباب البيت الساعة 11 بالليل؟ ايه لا لا مو معقول. قوم يلا يلا. ما رح ينالي عيش لحتى تزوري وتطب الباب بنص خلقته. مثل ما بدك، بس ما حلوة قعدتك عم تستناه لحتى يمرق. شو ساوي يعني؟ تقعدي انتي؟ لا، بس أكيد في حل تاني. لقيتها. شو هي؟ بكرة الصبح بتحكي مع أخوك نجيب، بتخليه راقب بيت أهله لأنور، وبس يطلع من هنيك بخبرنا، وبتأكدي عليه لأخوك الجحش لأنه ما بفهم من أول مرة. ونجيب شو بده يفهمه بهالحكي؟ أنا بعدين بشرح له. ولا عاجبك قعدتي على الشباك ليل نهار؟ ماشي. استبينا؟ استبينا. صباح الخير. فهمتي لأخوك نجيب شو بده يساوي؟ فهمته. وليش لهلا ما اتصل؟ بيكون ما شافه لأنور لما طلع من بيت أهله وأجا نحن. ليكون طلع وما انتبه له؟ احكي احكي معه اقضي عليه. الو اهلين ابو ربيع. قلي له مريض ونايم بالفرشه. مريض ونايم بالفرشه بدك تيجي تشق عليه؟ ما في داعي ما في داعي ما في داعي ما في داعي. بكره بينزل بينزل بكره بينزل. يعني هو بكل الاحوال بكره بينزل على الشغل. الله معك. وهي رح نعطي اليوم كمان كرمال الكلب أنور. ألو أهلين نجيب. نجيب إيه 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 أهلين شو؟ نجيب إيه إيه ماشي إيه بنحكي لك بعدين. مع السلامة. شو أنور هلأ طلع من بيت أهله وجاينا. يلا يلا الله يرضى عليك. استنى شوي لسه بده وقت للوصي. حبيبتي مشان جهزي حالك. يلا يلا لا تأكل هم لا تأكل هم. وصال هاي فرصتك لحتى تعوضي اللي صار. لا تخاف بس يصير قبالك بتزوري هديك الزورة وبتطبش الباب نص وشه. أنا طالع على الشباك. انطلقي. أمان 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 يا اللي 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 أمان 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 استعدي.
عندي. من 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 يا ليه من 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 ضيعتي منها فرصة. مرة من قدامك وما عرفت تتصرفي. قولي من الأول إنه ما بديك، ما كنت فرضت عليكي. مو قصة ما بدي، كان قصة شو؟ إيه ما طلع ناحي لحتى أزوره وأطمش الباب بنص خلقته. لك ولي شلون بده طلع ناحي وأنت متخباية ورا الباب؟ اطلعي لبرا خطوة، اسعي لي التحنحي، اعملي لك شغلة تلفت انتباهه. معك حق، معك حق، خلص إن شاء الله بكرة، بس أنت روق وطول بالك. أوه أنا مالي لا شغلي ولا عملي غير جنابك. قال بكرة قال إيه كان قدامك وما عرفت تتصرفي. عن جد تلبكت. وشو يلي لبكك بالله؟ إيش معنى من كم يوم ما تلبكتي؟ خلص عبدو بكرة إن شاء الله وحياة عينك لحتى فشلك خلقك. لك هذا إذا مرق بكرة. بيمرق بيمرق إن شاء الله بيمرق. ماشي أنا رايح على الشغل. الله معك. شو رايك نستنى لحتى يرجع؟ مينو هاد؟ ما في غيره، أنور الكلب. إيه مثل ما بدك تقبرني مثل ما بدك، بس يعني أنا فكري إنه ما في داعي تضيع اليوم كمان. فعلا ما في داعي. بخاطرك. مع السلامة، الله معك. وصال، وصال، ليكو إجا. إيه شو؟ ليك يلا، طلع على باب ساق. ايه دقيقة بس لظبط حالي. بدك شو ظبطي حالك؟ ما في وقت، يلا انا طالع على الشباك. آسفة. هذا اللي شاطرة فيه، بتعملي عملتك وبتعتذري. طب شو بدك يعني اطلع بدون ما حط شي علي؟ إذا ما بدك كنت قولي هيك من الأول. لا بدي. لك ليش تأخرتي فتح الباب؟ يعني لبين ما حطيت الروب والإشارب. شو مفكرة؟ راح يمرق وينطرك لحتى تسكر الباب بوشه؟ خلص وحياة عينك بكرة الله زبطه. أنا ما عاد نازل على الشغل. إيه مثل ما بدك. دقي لهذا الجحش نجيب. حاضر. وساوي لي فطور. حاضر. ونقلع من وشي. حاضر. الفطور جاهز. وصال زعلانة منك؟ لا بلا زعلانة. لا ماني زعلانة، بس أنا بدي إنه أنت ترضى علي. والله برضى عليك. الله يرضى عليك يا وصال، ساوي اللي بدي إياه. بساوي. يلا عود كل. مالي نفس، لحق لي نص نهار شغل احلى من عدمه. ايه مثل ما بدك. اوعى تنسي تحكي مع الجحش نجيب. ها ايه الله معك، مع السلامة. صال مساء الخير. اهلين. مساء الخيرات. اهلين. غمضي لعيونك. ليش؟ غمضي عيونك.
فتحي شو هاد؟ أنا بعرف إني زعلت كثير بهاليومين. بتعرفني ما بزعل منك، بس ليش هيك لونه؟ شو؟ ما عجبك؟ لا بالعكس عجبني كثير، بس بعرفك ما بتحبني ألبس هيك ألوان. أنت شو ما لبستي بيلبق لك؟ وين رايحة؟ بدي ألبس لك إياه؟ بالله شو؟ هلا بالليل؟ إلا مبين لا لونه ولا موديله، خليه لبكرة. مثل ما بدك. حكيتي مع أخوك نجيب؟ حكيت. عبدو اتصل اخوك نجيب؟ لا بس اوضك جاهز. يلا نازل. وين الفستان الاحمر؟ شبو نسينا يا هلا. لك ايه بتشوف كيف بيطلع عليك. شو هاك؟ عجبك؟ حلو كتير. وين رايحة؟ بدي اشلحف. شو تشلحي؟ لا لا خليكي فيه. بخاف نجيب يتصل فجأة أو ما ألحق غيره. لك مو ضروري تغيري، معلش خليكي فيه. بهاد؟ لك ايه بهاد؟ من شو بيشكي؟ لا هو ما بيشكي من شي، بس ما بحب حدا غيرك يشوفني فيه. معلش حبيبتي خلي يشوفك، بعدين هذا كويس يعني لونه هيك رهج بلفت النظر. منشان هيك جبته؟ منشان شو؟ لأنه بيلفت النظر. لا مو منشان هيك، بعدين حتى لو كان منشان هيك يعني وين المشكلة؟ ما بيصير يا عبده، ما بيصير. هلا لا تعملي لي قصة، إلي حق وبدي أخده. بس مو بهالطريقة. ألو أهلين نجيب. شو؟ يلا يلا بعدين بفهمه. وين رايحة؟ بدي بدل الفستان. ما في وقت. بهذا الفستان ماني طالعة. لك هلا بمر ما بلحقه. ما بدي، ماني طالعة. بدي بتطلعي وتسكر الباب وبتنص وشه. ما بدي. ايه بدك؟ بدك بلا بدك. انزل وين؟ انزل تحت. خير شوفي. ايوه كان قلبي حاسسني ولساتك بتحبيه. لا انور اللي كان انت طالق.